40 بايكر جايين من بره مصر علشان يزوروا مصر، ودلوقتي في اسكندريه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. من يوم ما دخلنا مصر ايوه ابتسام على محيى الجميع. والله ده انت فوق راسنا. السلام عليكم ورحمه الله يا رجاله. ياه 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 ياه، بقالنا كتير يا جدعان ما طلعناش على البايك الجديد، والنهارده اول طلعه بالموتوسيكل ورايحين نعمل فلوج تحفه. النهارده يا جماعه جايلنا حبايبنا 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 ضيوفنا فاروق المتحدون من السعوديه. ان شاء الله هنطلع نستقبلهم ونوصلهم لحد الفندق ونعيش اجواء حلوه جدا مع فريق المتحدون. المهم يا رجاله ان في جروب جميل جدا، جروب وولفز، مستضيفين الناس دي كمان، او يعني ايه مسؤوليتهم طول اقامتهم هنا، فكمان هنشوفهم النهارده. كابتن معتز واحمد اسلام، احمد اسلام وابو برعي. طبعا ابو برعي اللي ما يعرفوش قناته قويه جدا يا جماعه، صفحته قويه جدا بس على الفيسبوك كمان، يعني حاجاته في اللينك تحت. بصراحه يا جماعه النهارده وبكره وممكن بعد كده لاقي يومين حلوين كده وسط البايكر والمتعه والجمال. قولوا لي يا جدعان، شايفين من بتاع اللي قدام دي ولا عايزه تغير ولا ايه؟ انا حاسس ان انتم مش شايفين حاجه. ها والله انا حاسس ان احط لكم كاميرا في بوزيشن اعلى، لسه بنجرب. حطوا لي تصويت، حطوا كومنت هنا، شايفين ولا عايزينها تبقى اعلى؟ يلا يا جماعه حطوا كومنت. طبعا يا جدعان بوابه اسكندريه، بوابه عروس البحر الابيض والجمال. ايه ده، عاملين بنزينه جديده جامده دي. البوابه دي يا جدعان الواحد بيحس بسعاده اول ما يدخلها. مين هنا بيجي اسكندريه يحس بسعاده اول ما يعدي البوابه دي؟ طبعا هنقابل الشباب فين؟ هنقابل الشباب هنا اهو، ما شاء الله تبارك الله. وجايبين عربيه اسعاف اندلسيه. السلام عليكم. ازيك يا ابو برعي؟ عامل ايه؟ السلام عليكم. ازيك حضرتك؟ اخبارك ايه؟ طيب، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ابو عيسى اهلا اهلا. يا اخي انت عندك قناه في اليوتيوب صح؟ ايوه حبيبي ده شرف لينا، فوق راسنا حبيبي. ربنا يخليك، نورت اسكندريه حبيبي. ربنا يخليك، نورت 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 والله، نورت نورت. يا اهلا وسهلا. من يوم ما دخلنا مصر ايوه ابتسام على محيى الجميع. والله ده انت فوق راسنا، والله العظيم فوق راسنا فوق راسنا والله. وان شاء الله تستمتعوا في اسكندريه في الثلاث ايام دول ان شاء الله. في مطر قدامنا؟ في مطر. واحد اثنين ثلاثة. لا الصوت مو عالي. واحد اثنين ثلاثة. متحدون عاش. الحمد لله على سلامة الرجالة، أغلبهم معاهم جولد وينج وفي كنمات، ما شاء الله عليهم منظمين والجو رايق وجميل. هنبتدي دلوقتي نتحرك، وشكل زي ما الجو جميل هنا تقريبا اسكندرية هتستقبلهم بمطر قدام، فاحتمال كبير يبقى في مطر. فيا مسهل وأبو عيسى من الناس الجميلة اللي استقبلتنا في السعودية، فيا مسهل. يعني دلوقتي على الطريق الدائري أو الدولي بتاعنا، شايفين يا جماعه الجمال عامل ازاي؟ والله يعني المنظر زي ما بيقولوا كده ايه، فوق الرهيب. ودي البنزينه بتاعت فيول اب هنا وهنا، والجو رهيب يا جماعه. والله الطرق المصريه يا جدعان اتغيرت خالص 180 درجه، والناس ضيوفنا هم واقفين ورانا، يعني شرف لينا والله يا جماعه، حقيقي شرف لينا. طيب الناس واقفه تلبس لبس المطر، لان احنا داخلين على جو صعب جدا، لسه كانت بتشتي قبل شويه. ف والله الاجواء حلوه يا جدعان، اسكندريه جميله. شايفين هنا في ميه وبحر، طريق جميل، في تواجد امني رهيب، والله جميله. والفراديرو بتاعه اهو اهو. شايفين يا جماعه فوز الفسح؟ يا سلام. شايفين والله يا جماعه اسكندريه، اسكندريه يا جدعان، اسكندريه. يا سلام على الجمال، دخلنا في العاصفة يا جماعة. يا سلام على البلل. بس فعلا فكرة الموتوسيكل الادفنشر برضو ايه، حميك شوية، والاسكين اللي قدام دي طلعت حلوة، بس فكرة المية عنيفة عنيفة، خصوصا لو ماشي ورا عربيات. طبعا الجروب كلهم قدامنا، بنحاول نبعد عنهم علشان يسيبوا مجال
العربيات تتحرك وهم يتحركوا كل الكلام ده. لا يا جماعه بصوا بصوا الشمس والميه واجواء البايكر يا اخي النهارده جو خرافي خرافي. الله الله الله. طبعا احنا دلوقتي اللي ما يعرفش دخلت اسكندريه، احنا دلوقتي داخلين اسكندريه من عند كارفور تقريبا، اعتقد يعني في 50 55 موتوسيكل ماشي، ده هيعمل ازمه مروريه بنت كلب دلوقتي، فمش عارف عايز اشوف هيحصل ايه، يعني هيحصل ازمه مروريه عنيفه دلوقتي. الله يستر بقى. حاج عباري حاج عباري ربنا يديله الصحه، طلع معانا طلع في السعوديه عمدة البايكر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحة والعافية، أكبر بايكر حقيقي يعني نقول في مصر، أعتقد 75 سنة 78 سنة ربنا يديله طول العمر ولسه مكمل على الطريق بيسافر دولة يا جماعة. عشان اللي شايف إن الشباب راح يا جدعان لسه ما راحش، نستعيد الشباب في أي لحظة حضرتك. طبعا لو أطلحتوا النمر اللي قدام اللي هي مصر الصفرة دي حضرتك، إحنا من الدول القليلة جدا في العالم اللي تحتاج وانت داخل الجمرك انك تعلق نمرة مصرية، غير النمر السعودية او غير اي بلد انت جاي منها بيدولك نمر مصرية مؤقتة جمرك لثلاث شهور. الامن والله احنا دخلت المدينة، امن بيحاول اهو يأمن الدنيا ويهدي الدنيا، بس فعلا دخلت المدينة صعبة يا جماعة صعبة، يعني كتر خيرهم والله، الله ينور على المتحدون ان هم عارفين يصدوا على الزحمة والهبلة دي. عاش يا رجاله كلاكسات بقى كلاكسات قافلين طبعا الطريق الرجاله علشان الناس دي تعدي زي الفل، لان بيني وبينك الميكروباصات كله لو دخل وسط الجامع ده يعني هيبقى فيه تظبيط، يعني هيبقى طبعا الزحمه والناس لسه طبعا من الشغل احيانا بتبقى تنشن شويه، فلا المضيق ده يعتبر مضيق اسكندريه يعني فبلاش ايه يبقى فيه زحمه. بص ورام الامن والله العظيم الامن المصري رهيب. بص يا جدعان التنظيم اهو، ضيوفنا الجميلين اهم معززين مكرمين ماشيين على مزاجهم بالراحه، ونورتوا اسكندريه يا جماعه. 40 بايكر جايين من بره مصر علشان يزوروا مصر ودلوقتي في اسكندريه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا بالجروب في نفق قناه السويس، ولسه احنا في المضيق طبعا نطلع على البحر، ربنا يستر ربنا يستر على البحر، الدنيا كده تكون زحمه دلوقتي فالله يستر ويعين والله. طيب الناس غطتهم ان هم هيقعدوا هنا 3 ايام، فهنروح دلوقتي نوديهم بس مكان الاقامه، وبعد كده نشوف لو عايزين يتفسحوا ولا يتحركوا فين ولا كل التفاصيل دي. يا اهلا وسهلا طبعا لاي حد سعودي بيتفرج على الفيديو ده والمتحدون، اهلا بيكم في الشطبي رجاله المتحدون الجامدين. قطعوا كام كيلو دلوقتي مش عارف، بس مش اقل من 4000 كيلو طبعا اقل كلام. طيب الحمد لله على السلامه، فندق تولب على البحر، يا اهلا وسهلا. الناس هتلاقيها جاية دلوقتي ايه. طبعا يا جماعة فكرة اهل البلد في وضع زحمة زي كده لازم يكونوا موجودين عشان يعرفوا يبلوك انهي اماكن ويعملوا كل الكلام ده. يا اهلا يا اهلا يا اهلا جولد وينجات يا اهلا. يا سلام. طبعا عايز اقول لكم 80% من الناس معاها جولد وينج يعني. طيب وصلناهم ان شاء الله بكره، نحاول نروح في اوقات واماكن جديده في اسكندريه يا جدعان. الواحد ساعات بيحس ان هو مش معرف المتابعين على اسكندريه الجميله وبلدي والاماكن الحلوه اللي فيها. لو انت بتتابعنا وجيت اسكندريه يا جماعه تعرفوا ايه وما تعرفوش ايه عن اسكندريه. طبعا بما ان احنا لسه طالعين نجرب ده يعني يعتبر من اوائل المرات معاكم، بصراحه في العاصفه اللي احنا فيها دي الانطباعات الاوليه ان الموتوسيكل ما شاء الله بيحمي جامد من الهواء والمطر، فنقطه حلوه قوي. تاني حاجه ان هو ثابت جدا 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 على الطريق، يعني فعلا تقله عامل فايده على الطريق. فمبدئيا يعني اتمنى لنا التوفيق في الموتوسيكل ده، وان شاء الله نعمل لكم عليه ريفيو قوي جدا ويا مسهل الحال.
عايز اقول لك حاجه بقى مهمه، احنا دلوقتي شغالين على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستغرام بشكل قوي جدا، فلازم تابعنا هناك عشان تتابع كل الجديد، فما تنساش. نشوفكم ان شاء الله في الفلوجات اللي جايه، استنونا يا جدعان. السلام عليكم.